دلوقتي انا برسم الفنان تامر حسني، تقريبا هو اكتر فنان بسمع اغانيه لما بكون قاعد برسم. اخترت صورة من احدث فيلم هو عمله، ودي مش اول مرة ارسمه، تقريبا كل سنة برسمه لاني بتفائل بيه جدا وحابب اشارك معاكم نجاح جديد. السنة دي الحمد لله كنت اول رسام مصري يفوز بالمركز الاول في تحدي انكتوب. فخور جدا اني قدرت اشرف بلدي ومتابعيني من كل الدول العربية، وهفرح اكتر لو الفيديو ده وصل للفنان تامر حسني.